حلقة جديدة من عمايل ايديا. زي ما تعودنا بنعمل وصفات حلوة جدا، وهنعمل النهاردة مع بعض وصفة للمكرونة، مكرونة بالخضروات وسلطة الناتشوز على طريقتي. نطلع فاصل نرجع على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. وصفة لذيذة جدا، سهلة وسريعة وخفيفة، بس مقاديرها حلوة ومختلفة. هنعمل مع بعض المكرونة او النودلز. انا دايما بحب اعمل النودلز بتاعتي بالمكرونة الفيتوتشيني. تعالوا نشوف المقادير. عندي مكرونة فيتوتشيني مسلوق، بصل حلقات، كرنب اخضر هنكون مخرطينه، فلفل اخضر حلقات، فلفل الوان، وهنكون عندنا صوص الاويستر، عسل ابيض، صويا صوص، ثوم مفروم، زيت زيتون، زبده، وصوص السمك. اول حاجه هعملها ان انا هجيب الزبده الحلوه بتاعتي الجميله دي، وايه هبدا اعمل الصوص بتاعي اهو. هي كلها سهله وسريعه ولذيذه، ومقاديرها كده فريش قوي، وايه ومختلفه شويه اهو. الزبده عندي بتسيح، بحط الثوم كده زي ما احنا شايفين، وايه هجيب الكرنب بتاعي بعد ما الزبده تسيح واخليه يدبل خالص معايا، والحاجه كده تبقى حلوه سريعه خفيفه. ده اللي دايما بنبقى عايزين ان احنا نتوجه له، ان انا اعمل حاجات تكون طعمها حلو قوي، سريعه، تكون طعمها مختلف. يعني دايما عايزين التاتش ايه بتاعنا بصوصات مختلفة. ممكن نفس المقادير بس هنزود تاتش واحد، هتلاقوا طعم النودلز أو الباستا بتاعتك اتغيرت تماما. اهو الزبدة عندي كده، زبدة أو توم، وهحط الكرنب المتخرط اهو. وهو أول ما بيتحط على النار بيدبل، بتلاقوه بيكش خالص. الأول بنحس إن احنا عندنا ييه كتير قوي، بعدين بتلاقوه كش كش خالص كده. هنجيب الخضروات بتاعتنا، يلا هشوحه تشويحة كده زي ما انتوا شايفين. هحط الفلفل بتاعي، هنحط الفلفل الملون والبصل الحلقات. اللي بيحب الخضروات طبعا هيحب الوصفة دي جدا، لانها غنية قوي بالخضروات الملونة كمان، يعني تدينا بهجة حلوة وطعم جميل جدا. هشوحهم تشويحة حلوة، وبعد كده هضيف الصوصات عليهم تدينا طعم مختلف جدا جدا. اهو بصوا بقى الجمال، وبينزلوا كده ميتهم مع الصوص اللي بنحطه، فبتحسوا ان هي حاجه متجانسه، طعمه حلو قوي مع بعض، وداخل كل النكهات في بعض، تبقى حلوه وجميله. اهو بصوا بقى كده، بس اول ما تبدا كده تدبل عندي، انا مش عايزاها تبقى مهريه، لانه لو هي مهريه هنحس ان كل الخضروات بتاعتنا دبلانه. احنا عايزينها تبقى حلوه. هحط بقى من صوص السمك للصويا صوص للاويستر صوص، بندي ايه اهو هنا الاويستر ينزل، وبعد كده بحط معاها شويه من العسل بتاعنا اهو، مش كتير كده، بس عايزه ايه ازود شويه من الصويا صوص. يلا بينا اهو، تعالوا بقى نقلبهم مع بعض، وهم هتلاقوا الصوص دخل، بصوا وعمل نزل ميته ازاي في ثانية. الخضروات دي كلها بتجتمع مع بعض وبتنزل ايه المية بتاعتها اهو. الله 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 على الريحة الحلوة اللي احنا شمينها. الاول بنحس ان ايه ده صوص السمك تقيل او
بس اول ما بيتحط على النار مع المكونات الحلوه دي بتلاقوا ان طعمه بقى جميل جدا. هنزل بقى المكرونه بتاعتي ونقلبهم تقليبه حلوه جدا ونروق هنا. تعالوا بقى اقلب التقليبه بتاعتي ونبدا في الغرف ونجيب الوصفه الثانيه. نطلع الفاصل بتاعنا ونرجع لكم على طول. ورجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف منظر المكرونه بالخضروات حلو قد ايه، بالصوص بيطلع جميل جدا، ونقدمه في طبق حلو هيعجبكم قوي قوي. تعالوا نشوف ايه الوصفه الثانيه معايا، وهي سلطه الناتشوز. هعملها بس طريقه طبعا مختلفه، بنحط دايما التاتش ايه بتاع عمايل ايدي عشان يبقى عمايل ايديكم انتوا كمان. تعالوا نشوف ايه المقادير معايا. عندي سبانخ البيبي، سبانخ البيبي سبينتش بتبقى حلوه جدا جدا بالذات لو فريش. وعندي هنا النودلز، هنجيب النودلز وهنحط عليها شويه ميه بسيطه مش كتير مغليه، ونكون مقطعينها صغير قوي. عندنا بقى الفلفل الالوان، وعندي هنا الفاصوليا الحمراء، في الذره الحلوه، ونجيب الناتشوز اي نوع حتى لو عايزين تجيبوا المشطشط شويه لطعمه حلو، والفلفل بقى الالوان اهو معايا. هنجيب الثوم، الكمون، السماء، الليمون، ده عشان نعمل الصوص، ومعانا طبعا الملح والفلفل والزيت. تعالوا نشوف اول حاجه هعملها، ان انا هجيب السبانخ وعايزه ايه اقطعها صغير قوي 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 علشان حبايبنا اللي مش ايه مش حبيبه او كيفه السبانخ يحبوها وياكلوها وما يحسوش ايه بطعمها خالص. هجيب طبق التقديم بتاعي كده، وهجيب السبانخ وهقطعها صغير قوي قوي قوي. احطها من تحت زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده بصوا دي بتبقى الطبقة اللي هي اللي تحت كده اهو. وبعد كده بجيب، بصوا النودلز بتكون ناشفة شوية مش بتكون طرية قوي اهو كده اوكي. وهجيب الناتشوز بتاعتي وبنحطها، هجيب شويه من اهو كده، تحط الذره الحلوه كده زي ما احنا شايفين، ودور تاني من النودلز زي ما انتم شايفين. احنا ايه النودلز نقعاها في شويه ميه مغليه وتستوي معانا بسرعه لان هي سريعه الايه السوى. وبضيف تاني الكورن عليهم و الايه الناتشوز بتيجي كده اهو زي ما احنا شايفين، وبزين بالفلفل الحلو بقى. طبعا الفلفل من الحاجات الحلوه جدا كده، وايه يتحط مع الاكل. تعالوا نعمل الصوص بقى بتاعنا. هجيب هنا شويه من الثوم، شويه من الكمون، السماء، الليمون، زيت الزيتون والملح والفلفل، ملح، فلفل، زيت زيتون، وايه نقلبه حلو جدا مع بعض. يلا كده، وايه اخففه بشويه ميه بسيطه قوي علشان الصوص يخش معايا في السلطه كلها، فنبقى حاسين بايه بطعم الصوص. ونحط الصوص بقى معانا زي ما احنا شايفين، ويتقلب على التقديم. تعالوا بقى نشوف ونعيد مع بعض احنا عملنا ايه تاني من الاول خالص. عملنا مع بعض النهارده وصفات حلوه جدا. اول وصفه معايا كانت المكرونه، عملنا مكرونه بصوص الخضروات جميله مختلفه حلوه جديده، وده اللي احنا دايما بنحب نعمله. وبعد كده عملنا سلطه الناتشوز بطريقتي، طريقه مختلفه علشان دايما
نضيف حاجة للترابيزة بتاعتنا لسفرتنا الحلوة. أتمنى تكون وصفات سهلة سريعة حلوة عجبتكم، جربوهم وبعتولي دايما على صفحة البرنامج عمايل إيديا على الفيسبوك وسي بي سي صفر على الانستجرام، واستنوني إن شاء الله في حلقة جديدة من عمايل إيديا.